السلام عليكم. أول حاجة كنتقدم بالتعازين الأسرة الجار ديالي يوسف فتح رحمه الله. بارح بالليل سمعنا نبأ الوفاة ديالو، وصراحة عز علينا بزاف. كان الجار ديالي لمدة ما يقارب 10 سنوات، فأكثر من 10 سنين. أيوة مسكين، بارح سمعنا بأن عمل واحد أكسيدون وتوفى. نطلب الله عز وجل يدخل عليه الرحمة والعافية ويصبر الأهل ديالو والأخوات والإخوان ديالو. صراحة كان شاب طيب وكان شاب طموح، فهمتيني، وكان رياضي زعما الطراز الأول، فهمتيني، ويعني كان عنده حسن الخلق وكان مزيان مع الجيران ومع كل شيء، حتى مع الشباب كان ديما كينصحهم بالرياضة، فهمتيني، كينصحهم بالرياضة وكينصحهم يبعدوا على المسائل اللي الانسان كتهلك له الداس ديالو. وصراحه بقى فينا بزاف وجاتنا بحال واحد الصدمه. ايوا نطلب الله عز وجل يتجاوز عليه ويغفر له ويصبر الاهل ديالو. الخبر ديالو كان جا فاجعه زعما، ما كناش متوقعين بان داك الشيء هذاك. البارح مع ديك ال 11 ديال الليل عاد سوقنا الخبر بان توفى مسكين. جانا الخبر بان في الطريق ديال شقار تما عمل واحد الحادثه بالدراجة النارية ديالو. اللهم اغفر لنا ولا مسكين. كان قاصح على كل واحد زعما، صراحة رجل من أطيب خلق الله زعما، هادشي اللي كاين، ولد الناس، عايل مزيان، الله عمره سلعة، ماشي إوا هادشي اللي كاين. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقتي شغنقول لك يوسف الأخ ديالنا، صديق ديالنا، الله يرحمه، الله يدخل عليه الرحمة والمغفرة. مات في نهار عرفة، نهار كبير، مشى لنا واحد الصديق كبير، واحد البطل ديالنا وصاحبي بزاف، هادي أكثر من 20 سنة. الله يدخل عليه الرحمة والمغفرة وصافي، الله يدخل عليه الرحمة، الله يتوفانا مسلمين. صديق عزيز بزاف علينا، لا إله إلا الله محمد رسول الله وصافي. مشى شبابي مسكين، مشى في العز الشباب ديالو، كان رياضي، كتعجبو الرياضة. إيوا فقدناه مسكين، فقدناه، الله يدخل عليه الرحمة والمغفرة وصافي، الله يدخل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم وآله وصحبه أجمعين. عبد السلام بن صلاح، رئيس عصبة الشمال لبناء الجسم والفتنس. مسانسي كنهضرو دائما على الأنشطة وهذه، ولكن اليوم استقبلنا البارح واحد الخبر اللي جا صراحة يعني ما تقبلناش بالعقل ديالنا، ولكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى. والخبر ديال الوفاة ديال البطل ديالنا يوسف الفتوح. يوسف الفتوح الغني عن التعريف، بطل خالق مساعد جميع الأبطال، معروف على الصعيد الوطني بحسن المعاملة ديالو، بحسن الخلق ديالو، كيوقف مع الأبطال ديالنا دائما في التهيئات ديالو، في كل شيء ديالهم. يعني شارك في عدة منافسات قوية جدا، يعني بمدينة طنجة كان كيمثل مدينة طنجة أحسن تمثيل. احتاجت هاد الفاجعة اللي يعني اللي ما تقبلناش في الحلقة ديالنا، ولكن قدر الله هذا. نتقدموا بأحر التعازين للأهل ديالو وجميع الرياضيين كاملين اللي كان البارح خرج في جولة حول الجهة ديال مغارة أشقار بالدرجة النارية، وقعت الحادثات السير وقدر الله ما شاء. يعني بعد الحادثة بشويه كان مازال في الوعي ديالو، ولكن من بعد ان شاء الله ملي جات الخبر ديال الوفاه، يعني اول واحد اللي كان اتصل بيا واحد الصديق ديالي عبد الله احمدي، من بعد اتصل بيا الاخ بدرو رئيس جمعيه سناب جيم. ما تقبلناش صراحه الله، ولو انه قدر الله وقع. يعني واش كنقول له، واش هذه يعني بحال اللي كيتملغ معايا بان هذا الشيء ما يمكنش في ظرف وجيز. والله العظيم الى المغرب كامل كيتصل، اتصل بي رئيس الجامعه شخصيا السيد خالد الراحي كياكد الخبر واش فعلا بالصح. يعني اتصل بي البطل العالمي مراد زاهر من مراكش، يعني كل شيء كيتصل كيتاكدوا من هذا الخبر، لان غير الاسبوع الفارط كانت بطوله في مدينه الدار البيضاء، وكان حاضر مع الابطال والانشطه
والسيد معروف عليه نشيط كيسافر مع الابطال، ولكن قدر الله ما شاء نتقدموا باحر التعازي للاهل ديالهم، والله يصبرهم عليه ومتوال الجنه ان شاء الله يا ربي. شكرا. السلام عليكم، قدمكم راسي ياسين بيكا، كوتش فيتنس راجع جيمس بيكا سبور فاميلي، واحد من تيم العصبه الشامل بين جسم الفيتنس. الصديق المرحوم يوسف بطل ديالنا اليوم ان شاء الله نهضروا عليه ونقدموا اول حاجه التعازي حره للعائله ديالو والاصدقاء واي واحد كيعرف يوسف، وبخصوص العائله ديالو الله يصبرهم والله يصبرنا كاملين. الصراحه يوسف كان واحد الانسان من اطيب خلق الله ومن خيرات الشباب ديال المدينه وهذه الارض السعيده، واحد السيد كان رياضي ومتواضع والاخلاق. وانا زعما اول معرفه ديالي بيوسف كنت عرفت عليه في 2017 في واحد كومبيتيسيون، وكان حرز على مرتبه ثانيه، وكان تبارك الله ما شاء الله واحد النيفو ما شاء الله، ومع العلم واحد السيد متواضع وفحال اللي قلت دابا هذيك من خيره الشباب وقدوه الشباب، وكان واحد الانسان اللي كيبغي الخير للشباب ديال المدينه ودار الارض السعيده، وكينصحهم بالرياضه والطريق الحسنه. وانا شخصيا شحال مره كنتلاقى دائما النصيحه ديالو تري وتهلا في الصحه ديالك، وكان من احسن القدوه. وبهذه المناسبه نعاودوا تعازي حاره لعائله الفاقد، والله يرحمه يا ربي والله يوسع عليه والله يرزقه الجنه والله يصبر الوالدين والعائله والاخوان ديالو والله يصبرنا كاملين وشكرا. السلام عليكم، اليوم غادي نحاول نوضح واحد حادثه السير اللي وقعت البطل ديالنا والمقاول الذاتي ديال عصبه الشمال في المكملات الغذائيه المغفور له اللي كان مسمى قيد حياته يوسف الفتوح. العائله ديال الفتوح عائله عريقه مدينه طنجه وبالشمال ككل. الاخ كان خلوق جدا، مساعد، طموح، شاب يعني كيتضرب به المثل، ولكن للاسف ما شاء الله ما شاء الله عليه. كان انسان طيب، المغرب كامل كيتصل بينا وكيعزينا، وكان قدوه وكان منارا عصبه الشمال في الاخلاق والرياضه وتتبع ديال الابطال. لا حول ولا قوه الا بالله. حادثة السير كانت بالدرجة النارية، عبارة على نزهة على هضاب ديال مغارة هرقل المعروفة بمنطقة ديال الأشقار. السيد مسكين نقولوا الأجل ديالو وصلوا وتوفى، ما عمرنا شفنا منهم غير الابتسامة ديالو، يا مبتسم يا ساكت. واحد السيد اللي هو ما غاديش يتعاود صراحة هي هذه. واللي غادي نطلبوا من الشباب هو أنهم شوية ديال التريث و هاد الصيحات ديال الدرجة النارية وديال السرعة يردوا بال شي حاجة، لأن حنا كنفقدوا ناس عزازين علينا، سواء كيكونوا هما متسببين أو ناس آخرين. مع العلم أن البطل ديالنا مسكين كان ماشي بوحديته، غير القدر هاد الشيء اللي وقع، لأن ما سيطرش على الدرجة النارية ديالو واصطدم بواحد العمود ديال الإنارة. غادي نقول لكم عصبة الشمال فقدت اليوم أعز الناس اللي كانوا كيوقفوا معها واللي كانوا كيمثلوا حق تمثيل على الصعيد الوطني، كان مفخرا عصبة الشمال في الحقيقة. حقا هناك أبطال ومازال ديال الرجال ديال عصبة الشمال، وهما الأصدقاء ديالو نيت الأصدقاء ديال يوسف الفتوح والإخوان ديالنا كاملين، ولكنما السيد المرحوم اللي هو يوسف الفتوح ما غاديش يتعاود عصبة الشمال، وهذه هي الحقيقة. رغم الأنف ديالنا ما غاديش يتعاود نهائيا، وكنطلبوا من الأبطال اللي باقينا في الجهة ديال الشمال يحافظوا على الأرواح ديالهم ويكونوا قدوة بحال اللي كان يوسف بالنسبة للأخلاق والرياضة والتتبع والاستثمار والتجارة. والحمد لله وخمشة غادي خلى صدى طيب وخلى تاريخ ديال 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 الاخلاق وتاريخ ديال ديال المساعده والدعم للابطال. وما غادي نقول الا وداعا يا اخ رحمك الله، كنت منه له مكانه ان شاء الله في الفردوس الاعلى،
ونحن وإياه إن شاء الله وجميع المسلمين. وتحية نشوف تي في وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله. الموت ديال الصديق ديالي والأخ ديالي يوسف فتح كانت في حصدمة بخصوص في هذه الظرفية ديال العواشر والعيد العيد الأضحى. يوسف فتح جوزنا أنا وياه تاريخ قديم في التجارة ديال المكملات الغذائية، كان صديق وأخ ديالي. اليوم فقدناه، ما تيقناش بالموت ديالو، ولكن هذا هو قدر الله سبحانه وتعالى. كنتمنى من الأهل ديالو والأصدقاء ديالو يعني الصبر، وندعيو معاه وكنتمنى له إن شاء الله يعني حشر الله سبحانه وتعالى مع الصديقين والشهداء والصالحين. اللي كنتمنى له هو الدعاء. ما الأخ يوسف اللي كل شيء كيشهد له بالمعاملة ديالو والطيبوبة ديالو. الأخ يوسف كان صديق وبطل ديالنا وجوز معنا تاريخ داخل عصبة الشمال. اليوم كنفقدوا واحد من الأعمدة ديال عصبة الشمال اللي كنا تحنا كنفتخروا به، وكان دائما كيقدم حتى هو يد العون من عصبة الشمال. ما صدقناش بالموت ديالو، ولقى له الحديثة تسير، واللي سمعنا المكالمة صراحة تصدمنا. مشينا المستشفى شفناه بيت الليلة مأثرين يعني بالموت ديالو، وهذا هو قدر الله سبحانه وتعالى. كندعيو معاه وكنطلب من كل شيء إلا الدعاء، والأهل ديالو يعني الله يصبرهم عليه والأصدقاء ديالو، وهذا هو قدر الله سبحانه وتعالى. ويوسف راه دائما كان طنجة كاملة كتعرفوا بالمعاملة ديالو والطيبوبة ديالو، من خير خلق الله. وندعيو معاه والله سبحانه وتعالى يحشره مع الصديقين والشهداء والصالحين في هذه العواشر الظرفية اللي هي صعيبة ديال العواشر، ولكن كل شيء اللي بغى الله سبحانه وتعالى داه، وهذا اللي قدر الله عز وجل.